إلا تجسيد لهذا الالتزام بمواصلة العمل على نصرة قضايا شعوبها. فإفريقيا بالنسبة للمغرب أكثر من مجرد انتماء جغرافي وارتباط تاريخي، فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقدير وروابط إنسانية وروحية عميقة وعلاقات تعاون مثمر وتضامن ملموس. إنها الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي للمغرب. هذا الارتباط متعدد الأبعاد يجعل المغرب في قلب في السياسة الخارجية لبلادنا. إننا نؤمن بأن مصلحة المغرب من مصلحة إفريقيا، ومصيره لا يمكن أن يكون بدونها، والتقدم والاستقرار في نظرنا إما أن يكون وتاريخ البشرية غير شاهد على أنه من المستحيل تحقيق التقدم في أي مجتمع يعاني من التطرف والكراهية، لأنه السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار. كما أن الحضارة الإنسانية حافلة بالنماذج الناجحة التي تؤكد بأن التفاهم والتعايش من بين الديانات يعطي المجتمعات الحضارية المنفتحة تسودها المحبة والوئام والرخاء والازدهار، وهو ما جسدته الحضارات الإسلامية وخاصة ببغداد والأندلس التي كانت من أكبر الحضارات الإنسانية تقدما وانفتاحا. شعبي العزيز، إن الإجابات الوطنية التي يقدمها المغرب بخصوص العديد من القضايا المعقدة الجهوية والدولية للتنمية والهجرة ومحاربة الإرهاب تندرج في سياق التزامه الثابت من أجل خدمة شعوب إفريقيا، ولا غرابة في ذلك. والمغرب كان دائما في مقدمة المدافعين عن تحرر قارتنا، ونحن في ذلك نسير على نهج أسلافنا الرواد الذين آمنوا بإفريقيا وعملوا بصدق من أجل وحدتها وانفتاحها وتقدم شعوبها. وبهذه المناسبة نستحضر بكل ترحم وإجبار الأرواح الطاهرة لأبطال ثورة المجد والشعب المجيدة، جدنا ووالدنا المنعمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني أكرم الله مثواهما وكافة شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.